السلام عليكم. اليوم غنوجدو كاب كيك سهل وسريع واقتصادي. غنحتاجو للمقادير: ربع كاس ديال الزيت، الكاس اللي غنعبرو بيه هو الكاس ديال الماء يعني ما يعادل 250 مليلتر. غنحتاجو ربع كاس ديال الزيت، ثلث كاس ديال الحليب، ثلث كاس ديال سكر حبيبات، انا عبرت ثلث كاس، وعندي قرصه ديال الملح. غنزيد سكر الفاني، غنزيد بيضة، ونخلط مزيان المقادير ديالي. غنجيب نغربل نص كاس، يعني الكاس اللي عبرنا به اللي هو هذا هو اللي كنعبر به انايا، نص ديالو دقيق ابيض نغربلو، وغنضيف خمارة 8 غرام يعني ما يعادل معلقة صغيرة حتى هي نغربلها مع الدقيق. خلط مزيان، دابا نغربل الكاكاو، عندي معلقة ديال الكاكاو المر. ونخلط مزيان الخليط ديالي. غنصب الخليط ديالي في قوالب الكاب كيك، كيعطينا ما بين 10 حتى 12 حبة، ندخلهم الفران لمدة 12 دقيقة دغيا تيطيبو. وبصحة وراحة، هانتوما كتشوفو لي كاب كيك ديالي كي كيجيو. بصحة وراحة.